السياسية أن تكون جزء من المستقبل. المستقبل ليس فيه من ارتكب جريمة دم أو حرض عليها، أو من هدف إلى كسر الدولة المصرية أو حرض على ذلك. الباب مفتوح لمن يتورط في دم أو في هدم الدولة المصرية أو لم يمثل أمام القضاء وثبتت إدانته. أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 14 من سبتمبر القادم محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي ومساعديه. كما قررت المحكمة تشكيل لجنة خماسية يترأسها أحد كبار أساتذة هندسة المدني بجامعة القاهرة لفحص الأراضي والفيلات والأموال محل قضية الفساد المتهم فيها مبارك ونجلاء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة خماسية يترأسها أستاذ في الغاز الطبيعي لفحص تعاقدات الغاز الطبيعي الذي كان يصدر إلى إسرائيل. كما كلفت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة القضاء العسكري لتكليف لجنة ثلاثية لدراسة أدوات التسليح والذخيرة الخاصة بقتل المتظاهرين. من ناحية أخرى رفضت المحكمة الطلب المقدم من حبيب العدلي بإخلاء سبيله وقررت استمرار حبسه. أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية المتهم فيها محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان ونائبا خيرة الشاطر ومحمد رشاد بيومي إلى جلسة 29 من أكتوبر القادم. جاء قرار المحكمة خلال أولى جلسات نظر قضية بدار القضاء العالي والتي جرت في غياب المتهمين الذين يواجهون تهما بتحريض عدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم الكائن بضاحية المقتم بالقاهرة، وذلك أثناء أحداث 30 من يونيو الماضي على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. سلمت لجنة تعديل الدستور عام 2012 مشروع مسودة الدستور إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور. من جانبه قرر حزب النور المشاركة في لجنة 50 لتعديل الدستور قائلا إنه يهدف من وراء ذلك إلى مشاركة القوى السياسية التي تسعى للحفاظ على مكتسبات ثورة يناير في مساعيها، وفي ذات الوقت لكي يدافع عن ما وصفه بمواد الهوية التي تمثل تعبيرا صادقا عن هوية الشعب المصري لا يختص بها تيار بعينه. إلى تطورات الأوضاع في سوريا، حيث وافقت السلطات السورية على السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول مواقع تعرضت لهجمات بأسلحة كيماوية في ريف العاصمة دمشق على أن تبدأ التحقيقات الاثنين، في حين أعربت بريطانيا عن خشيتها من أن تكون الأدلة قد أتلفت بالفعل نتيجة لقصف القوات النظامية المتكرر للمنطقة. في المقابل أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن النظام السوري استخدم السلاح الكيميائي، وأعلن أنه على اتصال وثيق مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما للرد بشكل مشترك على هذا الاعتداء غير المسبوق. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الهجوم بالسلاح الكيميائي قرب العاصمة دمشق هو أمر مؤكد بالنسبة لباريس، وكذلك مسؤولية النظام السوري عن هذا الهجوم. وطلب فابيوس المجتمع الدولي باتخاذ رد فعل قوي حال ثبوت استخدام النظام السوري غازات سامة في الهجوم الذي وقع في الفترة الأخيرة في ريف دمشق. انت مجازرة دائما لدينا المزيد من المتابعات الإخبارية على موقعنا على الإنترنت nile.eg. بعد قليل نعود إلى زميلتين سهى وريهام وأولى فقرات الحوار في برنامج من القاهرة، ابقوا معنا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، بالتأكيد هيكون في تسليط الضوء بشكل أكبر على مشهد المحاكمات، ليس فقط محاكمات النظام السابق وإنما أيضا محاكمة النظام الأسبق الرئيس الأسبق حسني مبارك وإعادة المحاكمات، وربما يبزغ من جديد فكرة المحاكمات، هل يجب أن تكون محاكمات سياسية في المقام الأول أم تكون محاكمات جنائية، وهل تقصد
اقترف نفس الأخطاء في التعامل مع النظام السابق، تلك الأخطاء التي كانت قد ارتكبت إزاء النظام الأسبق في طريقة التعاطي مع ممارستهم أو مع ما قاموا به ضد مصر وضد المصريين جميعا. معنا في هذه الوقفة الحوارية دكتور سعيد مديان، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أهلا بحضرتك. وأوجه التحية كذلك للأستاذ هاني نصيرة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في شؤون الحركات والتنظيمات ذات المرجعية الإسلامية. دكتور سعيد مديان، بنبدأ بحضرتك. المشهد اليوم في مصر هو محاكمة مبارك، وهو النظام الأسبق، ومحاكمة يعني رموز من قيادات الإخوان المسلمين. الحقيقة أن هناك جزء سياسي وجزء جنائي في هذا المشهد، هنسمع رأي حضرتك فيه ورد على تساؤلنا الرئيسي في هذه الحلقة، لكن بعد أن نتابع تقرير مع السادة المشاهدين ثم نعود لنرد على هذه الأسئلة من خلال ضيوفنا. المتهم الأول والمتهم الثالث والرابع والخامس. مصر الآن تشهد بحسب محللين سياسيين أزهى عصور الديمقراطية، ففي قفص الاتهام يمثل أقطاب نظامين يمثلان حقبتين مختلفتين، فمن نظام الرئيس السابق حسني مبارك إلى نظام الرئيس المعزول محمد مرسي. فهي دولة القانون التي لا ينجو فيها المخطئ أيا كان موقعه، حاكما أو محكوم. فنرى الآن محاكمة مبارك تتم بشفافية كاملة أمام شاشات التلفاز، لا من وراء حجب، وسنرى ذلك أيضا في كافة المحاكمات، ليس كما يقول البعض إنها محاكمات شكلية، فهي أمام العيان. ولذلك يجب على كل من في الشارع المصري إدراك أن لا أحد فوق القانون، لا حاكم أو محكوم، مهما طالت المدة فهو سيحاكم على أخطائه. فالمحللون السياسيون والحقوقيون يؤكدون على مصداقية تطبيق القانون التي تتمتع بها مصر، والتي لا تضاهيها أي دولة أخرى من الدول التي تتشدق بالديمقراطية. فلم نرى في أي دولة عربية محاكمات شفافة وعلنية لرئيس الدولة ورأس النظام يمثل كما يحدث في مصر بقفص الاتهام شأنه في ذلك شأن أي مواطن عادي. إن من يعيثون فسادا في مصر ويقومون بإثارة الشغب والفتن يجب أن يتعلموا مما يرونه من تلك المحاكمات أن لا أحد فوق القانون أيا كان موقعه وأيا كان ما يملكه، فهو سيحكم على أفعاله مهما طال به الأمد. فمصر باقية رغم أنف الحاقدين والمغرضين. العودة لكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة على الهواء مباشرة من القاهرة، والعودة أيضا لضيوفنا في هذه الحلقة، الدكتور سعيد مديان أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، وأيضا الأستاذ هاني نصيرة الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكم مرة أخرى. وكنت أتوجه بالسؤال بداية للدكتور سعيد، يعني المشهد اليوم في محاكمات مبارك ومن ناحية وقيادات الإخوان المسلمين من ناحية أخرى، الاثنين بتهمة قتل المتظاهرين، المحاكمات فيها جانب قضائي وجنائي ولكن أيضا وقانوني، ولكن فيها أيضا الجانب السياسي. إلى أي مدى حضرتك باعتبارك قانوني بترى أن الجانب السياسي والرغبة السياسية في محاكمة هؤلاء على قتل المتظاهرين تؤثر على يعني الجانب القضائي والقانوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. بالنسبة لهذا السؤال، هو سؤال عظيم في يوم عظيم، متهيألي هذا اليوم على مستوى العالم كله لم يشهدوا قطر في بلدان العالم انه حاكم نظامين في يوم واحد، او كان قابع في قفص او خلف القضبان نظامين لحكم، ودي سابقة لم تحدث في اي دولة من دول العالم. ويكفي اعلان على ان هذا الشعب شعب يملك حريته، وشعب دائما ما يضرب الأرقام القياسية ويعلم العالم، شعب حينما يعود إلى حضارته يقهر كل شعوب العالم. هذا اليوم أيضا رأيت قضاء أفرحني، رأيت محاكم لا عمل لها سوى تطبيق صحيح القانون،
رأيت محكمة تؤكد للعالم كله، وأظن أن هذا الإحساس قد انتاب كل شعور كل فرد من جمهورية مصر العربية حينما استمع للمحاكمة الخاصة بالرئيس المتنحى أو المعزول حسني مبارك. ماذا حدث النهاردة؟ إيه التغيير اللي حصل؟ إيه التغيير اللي حصل في المجتمع؟ إحساس بأن هناك مجتمع، حتى المحاكمات التي كانت تتم لحسني مبارك وأعوانه أيام الإخوان كان طعمها ثقيل، وكانت أقرب للشكلية منها إلى الموضوعية وإلى تحقيق وحدة القانون. النهاردة لقيت محكمة بتتمكن بكل قوة إن هي تستخرج دليل من الأوراق، هذا الدليل شرعي ووليد إجراء شرعي. هذا الدليل التي توصلت إليه المحكمة في قرارها الصادر اليوم في الأربع قضايا أو الثلاث قضايا المتهم فيهم كان بمثابة درس لفقهاء القانون والعاملين عليها في كيفية احترام سيادة القانون. أولا لقيت قاضي بيبحث وينقب، لقيت قاضي بيقول أنا هجيب لجنة فنية علشان الأدلة كلها اللي موجودة دي مش لازمالي، الأدلة دي كلها يا إما كانت مبناها على حق أو كانت مبناها على باطل، وأيهما حق أريد به الباطل ستكشف أغواره القرارات الصادرة. القرار الأول بالنسبة للقضية الأولى وهي القصور، أنا مسمى القصور الملكية مش الجنات، انتدب لجنة هندسية. هذه اللجنة ستكون من ضمنها لجنة محاسبية. إذا جاءت اللجنة وأقرت أن هذا الفعل لا يتفق والقانون أن هذا الفعل كان مغنم من رئيس يفترض فيه الغرم من الغنم، يفترض في من يتقلص. عفوا مقاطعة حضرتك، لكن تسمح لي بمداخلة بسيطة. فضل. هل هي دي كانت القضايا المتوقع أن هي ترتبط باسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؟ أنا هاجي بعد تجريف الحياة السياسية ومرافق الفساد وعدم وجود كوادر في مصر رئاسي بسبب هذه السياسة التي انتهجها الرئيس، هل تختصر في هدايا لا 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 بس أنا خليني، لأن أنا عايز أقول كلمة وأحيي قضاء مصر بأمانة. هو طبعا في مدلولات إيجابية صعب إن احنا نتكلم أنا مع حضرتك، كلنا عشناها في هذا اليوم، وبان قوي المصري إما بيحب يعطي ويدي، بان قوي النهاردة المجتمع المصري ظهر على حقيقته، على حقيقته الحقيقية. النهاردة كان في شفافية، النهاردة كان في إحساس قوي، النهاردة كان في غلبة للقانون قوي. أنا ما يهمنيش مبارك هتهم في قضية صغيرة هتهم في قضية كبيرة، أنا يهمني إن أنا أرى العدل بيحقق على مبارك على زيد على عيد، ده شيء هيسعدني أنا قبل كل شيء. فالنهاردة بانتدابه وتقرير المحكمة بندب خبراء في هذه القضية وبيان ماذا كان هناك استيلاء على مال عام، رغم أن هذه الجريمة ثابتة ثبوتا لا جدال فيها ولا شك فيها. ده في انت حضرتك بتقولي في قضايا كتير قوي، احنا كنا رافعين قضية على مرتبات رئيس الجمهورية. تخيلوا مرتبات رئيس الجمهورية حسب ما قررها القانون 12000 جنيه في السنة، وبدل تمثيل 12000 جنيه يعني 24000 جنيه. استحالة يتم صرف 1000 جنيه تاني زيادة عن القانون، وما يصرف يعتبر استيلاء على مال العام، ورغم ودي جريمة لوحدها سواء كان لمحمد مرسي او للرئيس السابق وعوان النظامين نفسهم، وملزمين برد هذه الفلوس لانها نفقات سلبت من مال الشعب المصري. حاجات كتير قوي لو اتكلمنا عليها سنغلق الادراج ولن نعمل الا لحساب هؤلاء الفئتين، لانهما اسوأ من بعض، وكل اللي هم ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم آية للناس كما جعل فرعون، وفي يوم واحد والاثنين والسلطتين، فهذا امر لا يمكن ان يتجاهل الشعب المصري ولن يتجاهله، وسيكتب التاريخ عن هذا اليوم كثيرا. النهاردة المحكمة استطاعت أن تستجدي القانون وتنزله على الوقائع بأسلوب راقي وبخلق أدلة. هذه الأدلة إذا ما جاءت اللجان الفنية وقالت هذا مدان انتهى الوضع، جت في القضية التانية قالت مدان انتهى الوضع، وخلق دليل مش مدان وهيقول وبشهادة اللجنة الفنية حيث شهد فلان وفلان وفلان، ويبقى أنا دعمت الأدلة التي بطرت من الأوراق بفعل فعل، لأن المفروض في هذه المحاكمات أن تكون محاكمات ثورية ولا يمكن أن تكون أمام فاضي طبيعي. الدكتور سعيد أصل الموضوع، ولكن نحن شعب
يعني في تسامح ايه اكتر من كده؟ معلش انا اسف ان انا بعض حضرتك، في تسامح كبير قوي ويكون ان احنا نبقيهم في ثوره امام قاضي طبيعي، نعلم جيدا انه لو ادانهم 1% يبقى قضاءنا ده فعلا يرفع له القبعه، يرفع له القبعه، يرفع له القبعه. طيب النظامي الحقيقه دكتور سعيد انا عايز اسال حضرتك عن الادله في قضايا قتل المتظاهرين، لكن بعد ان اوجه السؤال اولا للاستاذ هاني نصيره الكاتب والمحلل السياسي، كيف ترى المشهد يا استاذ هاني بعين المحلل والقارئ لهذا المشهد وفي نظامين بيتحاكموا والحقيقه من المشترك بس هو مساله قتل المتظاهرين، لكن كيف ترى المشهد في مصر اليوم؟ عفوا اولا يعني هي في دلاله مهمه، يعني دي لحظه تاريخيه كما ذكر الضيف الكريم دكتور سعيد، انه الشعب المصري يحاكم النظامين معا في ان واحد. لكن اللي انا نفسي يعني الدلاله الاهم ان الشعب اقوى من الحكام ايا كان، كانوا مبارك ام كانوا الاخوان المسلمين والرئيس السابق المعزول محمد مرسي. دي دلاله واحد. الدلاله الثانيه اللي انا يعني يمكن بختلف فيها مع دكتور سعيد، اول ابجديات نظريه المعرفه الفصل بين المجالات. مجال العاطفه غير مجال القانون غير مجال التقاضي. فحين نحاكم رئيسا نكرهه، البعض يتعاطف معه، رئيس سابق له، القانون ينبغي ان يكون قانونا والقضاء ينبغي ان يكون قضاء. عشان كده حتى فرق الشرع الاسلامي بين احكام الحرب واحكام الاسرى. بمعنى ايه؟ احكام الحرب احكام في حرب، في قتال، في قتل، لكن هناك استثناءات اثناء الحرب، كبار السن، النساء، الطفوله، وحين يكون لديك اسير هناك احكام اخرى من اكرامه، اطعامه، اعطاء حقوقه، يعني حتى يعني في مسائل تجب مسائل. انا اللي عايز اوصله مش ابرر لهذا او ذاك، لكن ينبغي ان يكون القاضي قاضيا فقط لا برأي سياسي. أنت ذكرتي وعلمنا اليوم أنه تمت محاكمة 15 قاضيا من حركة ما أرادت أخوانة القضاء والتعصب للرئيس المعزول وفصيله. الآن نريد أيضا أن يكون القاضي قاضيا لا متعصبا لي ولا متعصبا علي. كنت بتتكلم إحنا المفروض نفصل العواطف عن محاكمة شخص ارتكب أعمال يستحق العقوبة عليها. لكن قد يقول قائل إن يعني هنتكلم عن كذا مغزى للتزامن في المحاكمتين للنظامين السابقين، لكن قد يقول قائل ان التزامن في المحاكمه بين النظام السابق والنظام الاسبق ربما يكون في مصلحه نظام، والارجح ان يكون لمصلحه النظام الاسبق بالحديث بشكل نسبي عن ما ارتكب في حق الشعب المصري من قبل هذا وذاك، وان يكون لصالح نظام الرئيس. ما انا هرجع لحضرتك تاني اخد رايه. لن يكون في لا في النظام ده ولا التاني. حضرتك رايك ايه؟ يعني هل ممكن يثير تعاطف البعض تجاه النظام الأسبق خاصة بعد الحكم الأخير بالقرار الأخير من قبل بالعام بوضع مبارك قيد الإقامة الجبري؟ نعم، لا شك ان تجربه الاخوان المسلمين يعني بعد ان نجح الرئيس المعزول بدعوى انقاذ الثوره فوجدناه يعاد القضاء ويعاد الثوار، ويمكن كان اخر قراراته غلق بعض القنوات الاعلاميه في 28 يونيو، ومن اخر قراراته حظر السفر على بعض القيادات السياسيه المهمه، رئيس حزب الوفد، قياديون في جبهه الانقاذ الوطني، ومسار طويل من ان هو لم يملك رؤية إلا أخوانة الدولة وأخوانة القضاء وأخوانة كل شيء، لم يقدم شيئا للشعب المصري إلا انتصار عشيرته، واختزل الشعب المصري في انتصار عشيرته. ده حقيقي أنتج تعاطفا مع النظام الأسبق بدرجة ما، ولكن تعاطفت مع هذا أو تعاطفت مع ذاك، القانون قانون والقاضي له الأدلة وله الأحكام، لا له ما تريد أنت أو أريد أنا. يعني وعلينا دائما ان يعني ان احنا يعني كما يحكم المهندس في هندسته ويحكم الطبيب في طبه، ولا حق لك ان تعقب على ما حكم به، ايضا ان ترى القاضي او المحكمه يعني صاحب حقله، لا ادفعه بضغط نفسي او ضغط شعبوي في اتجاه معين، وله ادلته. واذا اردت ان تثبت حقا عليك ان تثبته بادلته.
لكن فكرة الحب الزائد أو الكراهية الزائدة أو الخوف الزائد أو هواجس الأيديولوجيا وهواجس التوجه، لا، الاستقلال القضاء كاستقلال دولة المؤسسات هي دولة القانون، دولة المؤسسات. والثورة ليست غضبا فقط، هي ثورة 30 يناير تميزت عن ثورة 25 يناير بأنها لم تكن ثورة فقط ولكنها استعادت الدولة. فأول معارك مرسي مع القوى السياسية في مصر كانت حصار المحاكم في 2 ديسمبر، كانت إعلان المحصن في 21 نوفمبر بأنه فوق أي سلطة قضائية وأنه لا يحترم أي حكم قضائي يلغي قرار له. يعني أنا كرجل صعيدي أتخيل لو أن الرئيس قرر نقل أهل محافظتي في الصعيد لمحافظة الشرقية وأنا ليس لي حق في التعقيب مثلا، كلام غير منطقي وكلام لا يقوله إلا إله. عشان كده حتى كتب كتاب كبار في العالم العربي رئيس بصلاحيته إله، وده كان كلام غريب. فالنهاردة احنا مش عايزين نقول السلطة الجديدة تتوغل على القضاء او الشعبي او الثورة او توجه سياسي معين او ايديولوجي معين. القاضي قادر، حكم علي، حكم لي، علي ان اقبل حكمه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالقاضي لم يرجي الدماء. طيب اسمح لي يعني اريد ان اتوجه بالسؤال للدكتور سعيد مديان، بما ان حضرتك متخصص في القانون، هل لنا ان نعقد مقارنه قانونيه ما بين المحاكمتين، محاكمه مبارك والعدلي ومحاكمه قيادات جماعه الاخوان؟ هل هناك اوجه تشابه؟ هل هناك اوجه اختلاف؟ وما هي من وجهه نظرك؟ وانا لو مكان المحكمه اضمهم للارتباط. ما احنا عايزين حضرتك تشرح ده للساده المشاهدين عشان الناس تفهم اذا كان في هناك اوجه شبه او اوجه اختلاف. الجرائم المتهم فيها هنا هم المتهمين فيهم بس، وزيد على جماعه الاخوان الخيانه العظمى والتخابر والتحريض. التهم الموجهه لرئيس المعزول يعني، التخابر مع جهه ونفس المرشد وجماعته اللي هم كانوا مقدمين النهاردة لذات المحكمة. ولكن أنا برضه عايز أقول كلمة في كلمة السياسة بالقضاء. أولا مفيش قاضي بيربط نفسه بالسياسة، القاضي الطبيعي اللي بيربط نفسه بالسياسة قاضي الثورة، القاضي اللي هو العسكري اللي بيبقى جاي. وخدوا بال حضراتكم إن في حالة الطوارئ بيبيح القانون لرئيس الدولة إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري، ومنها القضايا المسة بأمن وسلامة الدولة. هل حضرتك شايف ان في القضايا الحالية المنظورة في منها ما يمكن ان يحال الى القضاء العسكري؟ اول حاجة فيها الخيانة العظمى وخيانة امن الدولة. بس حضرتك بتتكلم عن رأيك وليس معلومات. ده القانون. لا بس انا على ما اظن ان هيعمل بيها فقط في حاله الطوارئ اللي احنا فيها دلوقتي، لكن لو حصل وحكم مدنيون محاكمات عسكريه سوف تقوم الدنيا ولا تقعد، ويتقال ده مؤشرات خطيره جدا على اخوان على عسكره الدوله. كل حد ياخد حقه في ظل حاله الطوارئ. المفروض انا كرئيس جمهوريه اي جريمه احس ان فيها خوف على امن الدوله خارجا وداخليا او بتمس الامن القومي من حق ان انا احولها لمحكمه عسكريه، ولا جدال في ذلك لان انا في حاله طوارئ. ولكن اللي انا بقوله قد ايه علشان يبقى العالم كله متفتح وعارف اللي وبرده ابنائي ابناء مصر يبقوا عارفين ايه اللي بيحصل، ورغم ذلك لم يحال احد للمحكمه العسكريه سواء من النظام ده او النظام الثاني. ودي سمو وعلو من المواطن المصري المتمثل، وان كان في اهدار واخفاق لحق المواطن المصري في اخذ حقه وبيديني النتائج اللي احنا لسه بناخدها، البراءات العلنيه والدم بيروح حضر، ولكن لحظه العداله عند المصري تساوي دماء العالم كله لانه هو اهدر الدم ده علشان يشوف اللحظه دي. طيب يا دكتور، يعني لم يكن هذا سؤالي عفوا، ولكن كان سؤالي عن ان انا اريد ان اعرف من حضرتك اوجه التشابه واوجه الاختلاف عشان نقدر نفهم التشابه. ما انا قلت لحضرتك ما بين القضيتين، القضيتين هما ذات القضيه، هنا فساد وهنا فساد، هنا قتل وهنا قتل، هنا تحريض على القتل وهنا تحريض على القتل. كل اللي زاد هنا التخابر في هنا، التاني ما فيش فيها تخابر. القضيه التانية في استيلاء على مال عام، هنا في استيلاء على مال عام، هنا في العمل لصالح الجماعه، هنا في العمل لصالح الجماعه. ومقدم 10 اتهامات في قضيه الاخوان
في قضية الإخوان 10 اتهامات بتبدأ من التحريض على القتل وتنتهي